الحاله الاولى. نشوف الحاله الاولى هنا، يعني هو كان عنده فرصه، هو قريب جدا كابتن شريف، هو شوف هو فين، زاويه رؤيه واضحه جدا جدا جدا. هذه الالعاب تفاصيلها عندك انت، مفيش بار. وانا هذا اللاعب عمل ايه؟ استخدم الايدين مره بالكوع ومره بالظهر المرفق في محمد طاهر، ومع ذلك هنا لم يشهر بطاقه. انا شايف هنا كان يجب على الاقل كابتن احمد بطاقه، ما دي حاله من الحالات اللي هي سهله جدا جدا كتحكيميه، للاسف هو لم يقدرها بالشكل الصحيح. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه محمد عبد المنعم على الخط هنا، وكان في مخالفه هنا، الكره بعيده عن لاعب النادي الهلال، وهنا الدخول بتهور في هذه الحاله، وللاسف هو لم يشهر بطاقه عندنا بطاقتين في المباراه حتى الان. يعني بنتكلم في خلل في معيار اشهار البطاقات الصفر. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه. هنشوف هنا في تسلل ولا مفيش تسلل، نشوف دي تمام اللي رفع له فيها اللاين مان بالظبط. الحاله دي يا كابتن في حاله فنيه قوي، يا ريت يعني نبقى مع بعض. هو المساعد هنا رفع كابتن اسامه، الحكم اصر على قراره قال يلعب تاني. هنا الحكم المساعد رفع، هو اعتبر نفسه الفار في الحته دي، تسلل اعتبر نفسه هو اخذ من الفار. هقول لك ليه يا كابتن احمد، حاله مهمه جدا جدا تعليميه للناس كلها. هنا الحكم المساعد هنا لما بيرفع بنقول له انت بترفع ليه؟ السؤال، السؤال هنا اللاعب في موقف تسلل، لاعب الهلال هنا في موقف تسلل تمام اهو. طيب هو مين اللي لعب الكره؟ نروح بقى كده لحظه اللعب، مين اللي لعب الكره يا كابتن؟ علي معلول صح. هل اللاعب اللي في موقف تسلل اثر على علي معلول؟ هل تدخل مع علي معلول يا كابتن شريف؟ بعيد، ده الراجل اللاعب اللي في موقف تسلل ورا، فانت كان لابد عليك حاجه بتاعت تنتظر شويه، لو تدخل مع علي او ضايقه هنا ممكن ترفع رايه. هو الحكم هنا كان شاطر جدا جدا، لان هنا انا شايف ان هنا هذه الرايه رايه غير صحيحه. رجع اداها في شايط تاني؟ لا يا فندم، رجع اداها، لا هو رجع كان تقريبا ركله مرمى، هو حسب ركله مرمى، لكن انا بحيي قرار الحكم، لان كان يجب على الحكم المساعد هنا. امتى بنشير بتسلل؟ لما اللاعب اللي في موقف تسلل بيتداخل او بيبتدي ياثر على اللاعب اللي هو بيلعبه، لكن هو شاف ان علي نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا ما كان يجب على الحكم المساعد رفع الرايه في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا محمد، نتكلم على الانذار يا كابتن احمد. احنا هنا في الثلث الاول للملعب الهلال، بطاقه صفراء انا شايف ان هي يعني كان ممكن ان انا كلاعب اتفاداها. امتى ناخد الانذار؟ بنقول لو انا النهارده شايف ان في هجوم واعد على فرقتي ولاعب رايح هيجيب جون، ممكن ان انا اخد الانذار، يبقى انذار فعلا يستحق ان انا اخد. لكن في هذه الحاله بنقول نتكلم على محمد هاني، الراجل في ملعبه الثلث الاول، انذار ربما انت تحتاج الانذار ده فيما بعد، فما كان يجب انك انت ترتكب هذا السلوك، وهو الانذار صحيح لنتيجه تاخير استئناف اللعب. شوف الحاله اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده نشوفها. وهنا الحاله دي كانت حاله مهمه جدا جدا جدا. احنا قلنا دايما الحكام في منطقه الجزاء ركز شويه، خاصه ما معكش الفار. حاله محمد عبد المنعم، ودي حاله مهمه على فكره، لان انا شايف ان هنا في تعمد ازاء للاعب. يمكن لو انا معايا الحاله هنا، اللاعب هنا لم يذهب للكره اطلاقا، والكره كانت في حته ثانيه، وهنا راح بالراس في راس محمد عبد المنعم، وهنا الحاله مش معايا، ولكن هنا على الاقل هنا الحكم اتفاجئت ان هو بيخلي اللعب يتواصل، وهنا ليه في لاعب من الاهلي في منتهى الجزاء هنا. يعني عايز اقول ان الحاله كانت صعبه جدا، راس في راس ومتعمد، وهنا للاسف لم يحتسب المخالفه، وبالتالي كان ممكن قوي قوي ان الكره دي تخرج خارج ال 18 واللعب يستمر، وكان ممكن يبقى فيها هدف. نهايه بنقول يا كابتن، لا قبل نهايه يا كابتن معلش، عندي بس سؤال. السنه اللي فاتت بعض الفرق اشتكت من عدم وجود فار في بدايه دوري المجموعات، تمام كويس، وبعض المسؤولين قالوا من السنه الجايه ان شاء الله هيستخدم الفار في بدايه مباريات دوري المجموعات. بالظبط ما حصلش يا كابتن. احنا بنتكلم برضك، انا كنت هتكلم في الموضوع على فكره ماشي. النهارده بنتكلم في بطوله كبيره، النهارده بطوله دوري الابطال دي بطوله كبيره جدا جدا يا كابتن شريف. الاتحاد الافريقي عنده ما الامكانيات كبيره جدا جدا. ايه المشكله؟ انا النهارده كل حكام الاتحاد الافريقي عندهم واخدين رخصه الفار، ما عندكش مشكله طبعا،
اصل يعني حضرتك وصلت للدور يا كابتن دوت اللي هو في النخبه بالظبط لما يكون في اقوى الفرق او افضل الفرق في الدور دوت وما تعملش فار في بدايه الدوري المجموعات لا يبقى في طب اقول لك تاكيدا لكلامك يا كابتن انا النهارده لو في فار على الاقل كان الفار استدعى الحكم في حاله طاهر او في حاله عبد المنعم بالظبط يعني انا شايف ان ممكن في حاله منهم ترتقي لابطال الحمد بكارت احمر انا السؤال هنا للاتحاد الافريقي بطوله كبيره وعندك من الامكانيات انك انت النهارده تشتغل بالفار يا كابتن شريف خاصه ان المباريات مش كتيره قوي 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 عندنا مشكله حتى الان في قصور في تطبيق الفار في هذه البطوله على الرغم ان عندنا حكام افريقيا كلهم النهارده معاهم رخصه الفار ما عندكش مشكله غير انك انت بس اللي هي المعدات اللي هي خاصه بالفار بتنقلها للملعب اللي هو هيتقام عليه المباراه من هنا بنقول ايه ان ربما فريق كابتن احمد النهارده يصعد في هذه في هذا الدور على حساب التحكيم بالظبط صح لان هنا ما فيش تقنيه الفار صح نتمنى من خلال قناتنا الاهلي بنقول ان احنا يجب ان احنا النهارده نطبق الفار خاصه ان هنا بطوله كبيره كابتن ايمن الحاجه اخر حاجه بنتكلم فيها تاني بنقول ان يمكن انا هتكلم في ناحيه الفنيه النهارده النادي الاهلي يعني اعتقد النهارده يعني طبقا للمجهود اللي عمله في البطوله الامم الافريقيه وبطوله كاس العالم للانديه النهارده بنقول النهارده النادي الاهلي ادى والنتيجه النهارده تعتبر نتيجه جيده بالنسبه له نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق في المباريات القادمه